العنف والتهديد بالعنف للأسف الشديد في العراق أداة من أدوات العملية السياسية. نتذكر جيدا مثلا في فترة من الزمن كانت القوى السنية، القوى السياسية السنية توظف العنف والإرهاب السني، يعني خلينا نسمي الأسماء بمسمياتها حتى تتضح الأمور، للضغط على بقية شركاء العملية السياسية. اليوم بعض القوى الشيعية بين قوسين الشيعية أو والتي تحتمي بالفصائل وبالميليشيات وإلى غير ذلك، نعم، بدأت تمارس نفس السياسة التي كانت تمارسها تلك القوى السياسية السنية، وهو يعني هذه السياسة هي التلويح بالعنف أو أحيانا استخدام العنف للضغط على بقية الشركاء. هاي أولا. الشيء الثاني سيدي الكريم، أنت تتحدث عن أن هذا أو ذاك يطالب بحكومة توافقية. ليش إحنا من 2003 لحد الآن حكوماتنا شنو كانت يعني؟ مو توافقية؟ الفرق يا سيد العزيز، الفرق هذه المرة هناك قوى سياسية تصر على استصحاب الحالة التي حكمت العراق من 2005 لحد الآن. وهناك قوى سياسية تقول لا خلص هالمرة لازم نبلش طيب ثانية. هذا الفرق. طيب.